ناديه في العمر ديالها 21 سنه تزوجات وهي مازال قاصر وفي يوم العرس ديالها اكتشفت ان العريس كيتعاطى المخدرات وخوفها من الفضيحه في مجتمعنا سكتات وكملت العرس سميتي ناديه العمر ديالي 21 عام جات عندنا هي إيه اخت ديالي انا عمرها ما شافتني اول مره شافوني الا فاش شافوني عند اخت ديالي شافتني قالت لي يا راني باغاك لولدي مقاش بان راه كيتقرقب كيدير جميع الاحوايج ما قالش هي هي كرد ولا شي حاجه جا نهار العرس ديالي بعدا جا مضروب منيك الايد ديالو انا قالت لي عين نكاف اللي نكفتني قالت لي يعني راه الجوج ديالك ملي بدلنا ليه اللبسه راه الايد ديالو مضروبه من بعد مده قصيره من الزواج اكتشفت جميع انواع العذاب والمشاكل من طرف الزوج ديالها وحيت هي يتيمه وما عندها التحد بقات صابره حتى حملات بنتها وهنا غيبدا العذاب اتهاموا لها بالخيانه وانها هي السبب في ان بنته كتعاني من اعاقه في رجلها صافي دازت لك العرس ما نخسر باش ما يقولوش الناس شوفوا راه مشيت عنده رحت عنده بقيت معاه مده شهر شهر الثاني برك عليا كيشرب كيتقرقب كيشي كيضربني كيتكرفس عليا بنتو رجلها عوجه في كرشي كيجمع ركبتو ركبته كيعطي الكرشي يعني فاش صافي بقيت حماك وصابره ما بقدرش نقول لعائلتي نقول لهم جيو تشوفوا راه طاريه وطاري لي سقلت لي جا عند جات عند ديالي الاخت ديالي ضايفه قاتني مضروبه مزرق ليا عيني واش كاينه شي مرا الله رايحه عنده عيب شهر كيزرق لها العين راه لا يمكن هادي صبرت معاه قلت زعما زيد في الدخول ديال الدار عندنا ما جابوا ولا هذاك ما تفكروش زعما الهديات اللي خاصهم يجيبوا لعائلتي كما البنات بحال شي وحده مدينه بحال كلبه عايشه في الدار كي كلبه حاشاكم كتعيش معاهم في الدار كنسقل فما كيتضارب معايا وكنجي نغضب في دارنا كيجيو كيسكتوني بيه كينوضي عربط عليهم كيسكتوني بيه جي كتجي الام, الام ديالو عمر خواتاتو ما جاو عمر الخالات ديالو ولا العائله ما جاو كيجي غير ايه الام ديالو قالت ليوم غدا اليوم غدا ديما كتجي نهار كان غضب لي كيقول لي يا والله تنشدك الفعل و نتاركه تندير لك و لك انا واش كاينه شي وحده كتهرب من دارها ما كاينه شي وحده كتهرب من دارها كنجي غير عند الاخت ديالي حتى ما عندي لا اب لا ام ام الام ديالي ميته ولكن انا يتم باقا صغيرة يعني ماشي في عمري كبيرة ولا نعقل على با ولا شي حاجة مكنعقلش على الوالد الأم ديالي خلات عندي عشر سنين ونص باش توفات توفات بالحريق الدار كلش عايشة في العافية هي وحد الأخ ديالي بقيت عايشة مع الأخت ديالي والأخ ديالي يعني تتجوج الأخ ديالي قبل ما كانش صافي سقلت يعني كيجي كيضربني ديما مسكران ديما مقرقب ديما ملي ما كان بغشت كيقول لي كتخونيني وانا حدايا في الدار كيفاش هاد السيدة كتخون و أمو حداها كتنعس حدايا كيكون هو غادي البحر كتنعس حدايا الأم ديالو ولا راش قتلي كتصرف عليا يعني الأخت ديالو الأم ديالو واش كاينة شي مرا مجوجة بشي راجل كتصرف على يعني الأخت ديالو الأم ديالو ميمكنش خاص هو اللي بك مهما مزوج بك تيمكلف بك مني كيمشي بش... علاش مشا عند العدول كيقول كي ليهم أنا كنصور خمسمية درهم في النهار يعني خمسمية درهم في النهار راه مع شحال كتساوي واخا تعطيني مكي... دراهم ديال الحمام مكيعقاش عليا فيها وفي الاخر كيقول لي دي بنتك راه معاقه شكون اللي عوقها انت اللي عوقتيها من رجلها ما خلانيش نكمل الترويض هرس لي الراميد باش ما نبقاش نشوف نشوف يعني نمشي سميتو ها هو ها هو الراميد هرسو كيقول لي باش ما تبقاش تمشي تديها الترويد يعني انا كنكرهك بكل انت تديها الترويض خلاه معاق معاق انت ديرش الترويض <applause> علاش هذا الشيء مشيت فاش ولدت ما جاش عندي ما جاش صرف على هاد الدري وقال لا نتفكرها كيتشد في الحبس كنت مشيت مره شديته في الحبس ضربني تكرفص عليا بالضرب اللي من غير لايق مشيت طلقتو طلقته درت لي انتزام طلقته وربطني ورغم ذلك مو جا عند عائلتي وعائلتي كانوا شي ولاد الحاره ما يقولش يدير لي انتزام كنصحاب الايام غدور وغتقاد معاه مشيت درت لي انتزام درت لي انتزام قال لي هادشي دابا درت انتزام مره اخرى حتى دير انتزام غتبقاي باركه معايا غنقتلك وحاول شد الموس وحط لي عنقي على الحجره كيقول لي غنذبحك علاش غدبحني غد مشيت عندك من غير الشرف الدم ديال وجهي لا مشيت عندك بالشرف وبدمي مشيت عندك بالتصاور وبعرسي منقوش نقولش لك ومني كنجي كنقول لي وا فلان عطيني وا هشام عطيني باش نصرف تصرف على بنتك وعلي انا كيقول يا سيري الفعل وتشارك كيسب شي هضره غير لايقه كيسب الأخت ديالي كيسب الاخ ديالي خويا تصرف معاه شي هضره في التليفون كيقول لي اختك دايره ودايره ودايره شي غير لايقه كيقول فيها يعني علاش كيقول هاد الهضره يعني انا كنطلب منكم من, من كل شيء من الناس العالم كامل الحاجه واحدة اللي كنطلب كنطلب عي يعني من بنتي يصايبوا يشوفوا لي شي جمعيه ويعاونوني على رجل بنتي بغا ندير لها الترويض الله يجازيكم بخير كنخدم معاه في واحد الشركه كطحن بيمو هي اللي فاش كنخدم فيها ألف ريال النهار باش كنصورو وكنجي نخدم على بنتي المهم ما كنتسناش يعطوني هما انا ما باغا منو والو باغا اي براتي منو ما يبقاش يشوف هاد الكاميرا كيقول لي يعطيني بنتي اش من سيفه غنعطيك بنتك اش من سيفه ياك هي معاقه ما خصكش تاخذها علاش كنت باغا بنتك وتا باغي ما باغاش تصرف على واش عمرك جيتي لا شتي شي عمر عائلتك جو خسر على عشرة دراهم ديال الطاكسي وجاو شافوها مكيشوفوهاش تعذبت بزاف حيت أنا نمر قدامي معاه حيت المر لي شتو معاه شافو حتى شي واحد عائلت مو كت تهرب بالدريه وتخليني أنا كيقتلني يعني الأم أم ديالو كتشد الدريه وكتهرب كتقولي أنا مبغاش نروح ديال الدريه لي تسب عليا حرق لي الحويج ديولي اللي دي ديالي كامل حرقو حرق لي الحويج اللي لي عائلتي حرق لي كل شيء جميع الحويج كي يعطوني عائلتي الفلوس كي يخونوا مني كي يسكر بيهم يعني علاش كي لي هاد الحالة يعني ما كاينش شي درية كتمشي كتقول لا نمشي نجواج وباغا ندير ندير وليدات انا باغا نعيش انا بحالي بحال البنات نجي ضيفة عند فاميلتي ولا شي حاجة لا هو لا هو كيقول لك كديري كتفعلي تجرأ دارني مع خوه في الفساد وإش كينا شي, شي مره كي كد... الراجل مع الفساد مع أخوه وانت حداية في الجنبك ناعس كيناش أنا كنت طلب منه تشي حاجة كنت منه نادية اليوم كتعيش في غرفة في الكاريان ورفقت لأخت ديالها وبنتها اللي مريضة وكتتحمل مسؤولية رغم أنها مازال صغيرة وصعب عليها الحال وكترجم المحسنين يعاونوها تخرج من هاد المحنة تعيش هي وبنتها في أحسن الظروف كنت طلب منهم حاجة وحدة بنتي تعالج ليا انا ما باغاش هذيك الدريه في الاخر تشوف هذيك الرجيله ديالها وتاسف في الاخر تقول شوف ماما ما وقفتش معايا انا درت الجهود ديالي درتها اكثر من الجهود ديالي الدارنا كان يعطوني الفلوس كان خويا كيصيفط لي الفلوس باش كنت كندير ليه الترويض في الرباط عندي الوراق يعني باش يقولوا ما عنديش نقدر نوريهم ليهم نوريهم الوراق كاملين ديال السبيطار يعني ديتها تربط كنمشي مية درهم يعني مية درهم في النهار خاصة يعني. ما كاش كيعطوني نهار ولا نهار اه ولا نهار لا كانوا يعطوني بحال اليوم وغدا لي وغدا لي كانوا مانكو لي الا حد ما السبت والاثنين وداكشي الشيء كنت كنخد نمشي ندي الدريه للترويض انا كرهتو كليا كليا ملي يعني كيتهمني بالدريه معاقه والدريه كيقول كي لي تب الدريه كيقول كي لي بعد المرات ماشي بنتي تيا هي كتولدي لي عين معاقين كيتهمني بانني قتلت تيلا اللي فكرتي هو اللي قتلهم قتلتوش انا انا فاش جيت لدارنا جيت ملوكه مريضه جيت لدارنا مات لي داكشي في كلشي يعني هادشي اللي كنطلب كنطلب من المحسنين يعاونوني